لمزيد إذن من بشأن التطورات الأوضاع في غزة، مع استمرار الجرائم الصهيونية ضد المدنيين وسط ثبات المقاومة وحالة من الصراع الخفي داخل معسكر نتنياهو، معنا عبر سكايب من القدس الكاتب المتخصص في الشأن الصهيوني راسم عبيدات. مرحبا بكم أستاذ راسم. إذن بعد 58 بعد 200 من بدء العدوان على غزة، لا تزال كما نشاهد ويشاهد الجميع هذه الجرائم الصهيونية الوحشية مستمرة ضد المدنيين، ولكن اللافت أيضا ولا سيما في الآونة الأخيرة أيضا ثبات المقاومة وهذا التماسك التكتيكي للمقاومة واستمرارها على مدى هذه الأشهر الطويلة من بدء العدوان على الرغم من الغارات الصهيونية ضد المدنيين. كيف تعلقون على ذلك أستاذ راسم؟ نعم يا سيدي، الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة دخلت اليوم 58 بعد 200، وهذه الحرب تعمق من مأزق الاحتلال، لا نصر مطلق ولا استعادة أسرى ولا قضاء على المقاومة الفلسطينية، بل الاحتلال هو يغوص في رمال غزة ومستنقع غزة ويدفع المزيد من الخسائر البشرية جنودا وضباط، ويتراجع معنويات جنوده ودفاعيته من القتال، وتشهد المؤسسة العسكرية والأمنية حالة من التفكك والانهيار والتراجع والاستقالات في صفوفها. بالمقابل نحن نشهد هناك حالة من الثبات والصمود للمقاومة الفلسطينية، والتي باتت تقاتل عبر مجموعات صغيرة على نمط الغوريلا من أجل إيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف الاحتلال، بالإضافة إلى الاحتفاظ بقدراتها العسكرية والتسليحية والاقتصاد فيها لمجابهة قد تقول طويلا في قطاع غزة وفي مدينة رفح. ونشهد المزيد من الكمائن من قبل المقاومة الفلسطينية اتجاه دولة الاحتلال، وهذه الكمائن توقع خسائر كبيرة في جيش الاحتلال ومعداته، سواء لما يتعلق في التفجيرات لحقول ألغام في قوات وتفخيخ بنايات، بالإضافة إلى القنص من نقطة الصفر لجنود الاحتلال، وكل هذه الكمائن التي تنصبها المقاومة في سواء في رفح أو في قطاع غزة تؤكد على أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تحتفظ بقدراتها العسكرية والتسليحية وقادرة أن توقع المزيد من الخسائر في صفوف جيش الاحتلال وقواته، بما يؤكد على أن ما يتحدثون عنه من تحقيق أهداف استراتيجية في قطاع غزة هو مجرد وهم، وهذا يجمع عليه الكثير من الخبراء العسكريين والأمنيين ورجال الشباك والموساد الإسرائيلي سواء كانوا الحاليين أو السابقين، وقالوا بأن الهدف في أن الحرب في قطاع غزة أدحت حربا بدون أهداف بدون آفاق واضحة، حتى أن الضابط العسكري الإسرائيلي دانيال هنغاري خرج ليقول بأن القضاء على حماس هي مجرد وهم، هم لا يستطيعون القضاء على حماس، فيها حماس فكرة وهي متجذرة بين صفوف الشعب الفلسطيني وكذلك المقاومة الفلسطينية والجنرال المتقاعد إسرائيل زئير، وتحدث في هذا الاتجاه وقال بأن هذه الحرب تستطيع أن يتم فيها الانتصار على المقاومة الفلسطينية أو تحقيق الأهداف المتخوخة منها. ونحن نجد أن هذه الحرب تعمق من أزمة الاحتلال يعني أريد أن أقول بالتزامن مع عدوان قوات الاحتلال أستاذ راسم، أيضا هناك تمارس قوات الاحتلال أعنف في أثناء الاقتحامات للمدن وبلدات الضفة الغربية، تمارس أعنف الانتهاكات. هل يمكن برأيك أن تغطي هذه العمليات الانتقامية على ما يحدث في الخلافات من خلافات داخلية في معسكر نتنياهو في الداخل؟ نعم، هي ما يجري في الضفة الغربية من عمليات عسكرية إسرائيلية واقتحامات في تقوم بها أجهزة الأمن الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية، تحديدا في الشمال الفلسطيني في جنين ومخيم جنين وطول كرم ومخيماتها وطباس وقلقيلية ونابلس ومخيماتها، وصولا إلى ريحة وامتدادا إلى كل مساحة الضفة الغربية. هذا يؤكد أن الاحتلال في حالة من العجز، وهو يثأر وينتقل من سكان قطاع من الضفة الغربية في ظل ما يواجههم من صمود أسطوري في قطاع غزة، وبالتالي
ويسعى في جبهة قطاع غزة أن يحقق إنجاز في هذه الجبهة التي يعتقد أن هذه الجبهة هي الأخطر على دولة الاحتلال من قطاع غزة، لأن هذه الجبهة متداخلة جغرافيا وديموغرافيا مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وبالتالي تجذر المقاومة وتصاعدها امتلاكها التقنيات والتكتيكات والأسلحة المتطورة. هذا يشكل خطر على عمق دولة الاحتلال، ولذلك نجد أن الاحتلال يقوم بشن حرب شاملة على أهلنا وشعبنا في الضفة الغربية، ومترافقة مع حرب تشن على القرى والبلدات الفلسطينية والمدن من خلال اسمه بن جبير الذي يقوم بتسليح المستوطنين، وهؤلاء الذين يقومون يوميا بالاعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية، سواء بعمليات حرق البيوت والمركبات و ايضا زرع المزيد من البؤر الاستيطانيه وعمليات الطرد والتهجير لسكان الاغوار، بالاضافه الى اطلاق الرصاص على المواطنين بما يجعلهم شهداء وجرحى، وفرض حصار على القرى والبلدات المقدسيه تحت حمايه وحصار جيش تحت استاذ راسل ربما يعني عفوا نتنياهو وحكومته تحاول التغطية من خلال هذه الانتهاكات على الوضع الداخلي السيء في لدى حكومة نتنياهو. يعني هل الوضع برأيكم في داخل الشارع السياسي في الكيان المحتل المشتعل سيمكنه من المماطلة والاستمرار أكثر، ولا سيما أنه هناك أحاديث أنه يعني نتنياهو سيحاول أن يمدد أو يؤجل الانتخابات حتى بعد نتائج الرئاسية الأمريكية؟ نعم، هناك خلافات عميقة داخل معسكر نتنياهو. نتنياهو يعتقد أنه فقد الشرعية السياسية والجماهيرية بعد حل مجلس الحرب وخروج جانس وأزنيكوت من هذا المجلس. وجدنا أن هذا المعسكر، هذه القوى السياسية سواء في المعارضة وبالنسبة لأهالي الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية، هناك تصاعد في الاحتجاجات الشعبية وأخذت تأخذ طابع عنيف، وخاصة من قبل جيش نتنياهو وشرطته الذين يقومون بعمليات قمع بحق المتظاهرين في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى أن معسكر نتنياهو على صعيد الاحتفاظ بالسلطة من خلال شرعية الكنيست والحكومة باتت هي الأخرى على المحك، وخاصة بعد الخلافات ما بين نتنياهو وأريه ديرعي زعيم حركة شاس حول قانون تعيين الحاخامات، بمعنى نقل عملية تعيين الحاخامات من اللجان المجالس المحلية إلى وزارة الأديان، والتي يرأس هذه الوزارة هو وزير من جماعة حزب شاس أريه ديرعي، وبالتالي هم يريدون الاستفادة من هذه العملية تعيين الحاخامات لتشكيل أعضائهم والاستفادة من الأموال المخصصة لطلاب المدارس والمعاهد الدينية في هذا الاتجاه. ولذلك قانون الحاخامات وما يسمى بالتجميد الإجباري وما يسمى بوقف عملية التجميد، عملية تجنيد اليهود الحاددين، والتي تلقى معارضة حتى من داخل الليكود نفسه. هناك وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات وعدد آخر من أعضاء الليكود وخاصة وزير الحرب جالنت يقولون بأنهم لن يصوتوا على قانون عدم تجنيد اليهود الحاددين كما هو في هذا الاتجاه، ولذلك الخلافات تتعمق. وكذلك أيضا أستاذ راسم عفوا في سياق هذه الخلافات التي تتحدث عنها ووسط الخلافات بين الجيش ونتنياهو، ولا سيما بعد تصريح المتحدث باسم الجيش بأن تدمير المقاومة هو ذر للرماد في العيون، هل يستطيع برأيكم الاستمرار نتنياهو أن يستمر في السلطة من دون دعم الجيش؟ يا سيدي نتنياهو، أنت تعرف عندما شكل هذه الحكومة كان يريد السيطرة على منظومة القضاء من خلال إضعاف سلطة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بالإضافة إلى تقليص ما يسمى بحجة المعقولية وتغيير لجنة تعيين القضاء بحيث يسيطر عليها الجانب السياسي، بالإضافة إلى أنه يريد أن يسيطر على المؤسسة الجيش المؤسسة العسكرية، باعتبار أنه يعتبر هذه معاقل لما يسميه بقوى اليسار في هذا الاتجاه. ولذلك نتنياهو بعد الخلافات مع الجانب العسكري وخاصة بعد القيام الجانب العسكري بالإعلان عن الهدنة التكتيكية في غرب رفح، ونتنياهو وجالنت قالوا لم نعلم عن تلك الهدنة
إلا من وسائل الإعلام، وهذا دعا نتنياهو إلى القول بأن إسرائيل هي دولة لها الجيش وليس الجيش له دولة، بمعنى أن من يقرر سواء ما يتعلق بالحرب واستمرارها والمعارك ووقف إطلاق النار أو عدم وقف إطلاق النار أو الهدن هو الجانب السياسي وليس المؤسسة العسكرية، وهنا برز الخلاف في هذا الاتجاه. ولذلك أنا أعتقد نتنياهو عندما قال بأنه يحذر من أن في ظل المظاهرات التي تجري من أن واستخدام العنف يؤدي إلى حرب أهلية داخل دولة الاحتلال، أعتقد أن نتنياهو هو قد يرجع إلى استخدام هذه الحرب الأهلية، وخاصة أن نتنياهو هو يقول بشكل واضح أنه مع ابن جبير وسموتريتش أنهم لن يغادروا السلطة، وربما يلجأ إلى استخدام بند عدم إجراء الانتخابات لأن دولة الاحتلال في ظل الحرب، بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تشكيل لجنة تحقيق تحت في ظل تحت النار. وأعتقد أن نتنياهو في هذا الاتجاه ربما يلجأ كما قال ترامب صديقه عندما قال إذا لم أكن رئيسكم القادم فانتظروا الحرب الأهلية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن نتنياهو في هذا الإطار يشاغل بايدن حتى يصل إلى الحكم صديقه ترامب، بالإضافة إلى أنه يسعى إلى تصدير الأزمة باتجاه الجبهة الشمالية حتى يتملص من قضية نعم. وضحت صورة من القدس. راسم عبادات الكاتب المتخصص في الشنصوني، شكرا جزيلا لك.